أحسن الله إليكم. المرسلة جيم واو من الزلفي تقول في سؤالها الأول: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آية الذكر الحكيم بسرها وهي حائض؟ الحائض تحرم بدون صلاة، تحرم بدون صلاة، والصلاة قبل الإحرام ليست واجبة لا على الحائض ولا على غيره، ولكن الحائض ممنوعة من الصلاة. إذا كانت ممنوعة من الفريضة فمن باب أولى أن تمنع من النافلة. فالحائض تحرم والنفساء تحرم ولكن بدون صلاة، وتلبي ولكن بدون صلاة. وأما أنواع الأذكار كالتهليل والتكبير والتسبيح هذه تأتي بها الحائض، والأوراد الصباحية والمسائية والدعاء هذا تأتي بها الحائض. إنما الخلاف في قراءتها للقرآن الكريم، هل تجوز أو لا، هذا هو موضع الخلاف. أما الأذكار التي ليست قرآنا فلا بأس أن تأتي بها الحائض لأجل حاجتها إليها، ولأنها غير ممنوعة من ذلك. نعم.